السلام عليكم تلاميذ وتلميذات واولياء الامور، مرحبا بكم عند بروف عبدو. هذا الفيديو عاجل الاخوان، لانه حاليا في هذه اللحظات بالضبط بداو كيتحطوا النتائج ديال الامتحان الجوي بالنسبه الاولى بكالوريا. بالنسبه للجهات اللي الله حطوا دابا هما جهات قلميم واد نونو، كذلك جهات درعا تافيلات. تواصلوا معايا التلاميذ في انستغرام وصيفطوا لي النتائج ديالهم كما كتشوفوها هما، وشوفوا التاريخ مزيان، سنه الدراسيه 2022 2021. لي ريزولتا ديال 2022 هما المواد كيبانوا لكم، يعني هذا الشيء راه موثوق 100%. دخلوا الانستغرام غتشوفوا مجموعه من النتائج ديال التلاميذ اللي حطيتهم في الستوري ديالي. بالنسبه للانستغرام غتلقاو اللينك ديالو في الديسكريبسيون. دونك بالنسبه للنتائج راه محطوطه في اوتلوك الاخوان، ماشي مسار، هاد اللحظات محطوطه النتائج في حساب اوتلوك، يعني راكم عارفين اوتلوك، كتليشارجي ابليكاسيون اوتلوك، كتدخل يعني الرقم ديال المسار ديالك @تعليم.ما، من بعد كدير الكود ديال مسار وكتشوف واش وصلتك النتائج. بالنسبه حاليا النتائج ديال جهات درعا تافيلات وقلمي موادن هما اللي كاينه، واي نتيجه تحطات واي جهه حطات راه غتلقاو داكشي في ستوريات ديالي في انستغرام. دونك بون كوراج ليكم، والله يوفقكم يا ربي، والله يسمعكم خبر الخير بالنجاح وبالتوفيق للجميع يا ربي. وان شاء الله نتمنوا ان النقاط ديال الجوي، فعلا شفت دابا التلاميذ اللي صيفطوا لي النقاط 10 الفوق اللي هي نقاط مشرفه، وفغيمون تبارك الله التلاميذ خدموا وداروا مجهود والتصحيح. نتمنوا ان شاء الله ان جميع التلاميذ يجيبوا دي بون نوت ان شاء الله باش يعاونوهم في الامتحان الوطني ديالهم. بون كوراج ليكم، هادشي اللي كاين، تابوناو وبارطاجيو الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.